السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان الرقم الأخير الجوال بصفة إشارة الواتساب يقدر يكتب لنا رسالة. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة واسمه مكانه، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. بسم الله نبدي ونبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف تغول الميليشيات وسطوتها وعجز القوات الحكومية عن مواجهة هذه الميليشيات، بحيث أنه مجموعة من العناصر تتبع ميليشيا يسمون أنفسهم ميليشيا أئمة البقيع، قطعة اللي هي تتبع ميليشيا الحشد، قطعة والطريق الواصل ما بين بعقوبة والمقدادية، احتجاجا على شنو؟ لأنه ذول الجماعة ما ضمنوا بقانون الموازنة الأخيرة وتأخرت صرف رواتبهم. عناصر الميليشيا قالوا أنه قطع الطريق مستمر وراح تمتد التظاهرات إلى تقاطع القدس الحيوي اللي يربط بين قضاء الخالص وبعقوبة مركز محافظة صلاح الدين ومحافظة أو العاصمة العراقية بغداد، إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم راح تظل التظاهرات والقطع مستمر. صور لعناصر ميليشيا هذه أظهرت طلعتهم وهم يمنعون شاحنات النقل اللوريات اللي شايلة حمل من البضائع للشعب، منعتهم من المرور قبل أن يطور الأمر بالليل إلى تهديد بقوة من الجيش الحكومي، حاولت فتح الطريق وراء مناشدات من أبناء ديالة والعالقين على الطريق. تعالوا نتفرج سوية. ثورة هذا المقدم، رفع صوته علينا ورفع صوته على العمامة، عمامة رسول الله سهلة والله لعلمك عليها، والله لعلمك. شو الجماعة هنا حالهم حال تظاهرات الإطار بسبب نتائج الانتخابات المزورة، لما نظاره ولا شفنا قنبلة دخانية، لا شفنا قوات سوات، لا قوات الرد السريع، ما شفناهم ذولا كلهم. هنا سمعنا خبر القوات الأمنية تحاول فتح الطريق. أدري القوات الأمنية شنو؟ ما عندهم سلاح، ما مدربين، ما يلبسون زيتوني، ماكو هيبة لهم، ماكو احترام لهم، لو هم ما محترمين نفسهم، لو شنو الموضوع؟ بالنسبة إلى رئيس الوزراء، قائد العام للقوات المسلحة، شنو الموضوع؟ زعيم ميليشيا الحشد فالح الفياض، شنو الموضوع بالنسبة لك أخوي؟ شو ذولا كلهم أنتوا ضربتوهم بعرض الحائط؟ لا ويهدد، قل له أنا أعلمك. هذا الحال بالعراق، لما تكون عندك ميليشيا ما حد يحكي وياك، لا حكومة لا جيش لا شرطة لا قوات رد سريع لا سوات لا مكافحة شغب لا أي قوة بالعراق ما تحكي وياك لما يكون عندك ميليشيا، ولا وزير يحكي وياك لأنه عندك ميليشيا، ولا مسؤول يحكي وياك لأنه عندك ميليشيا، ولا برلمان يحكي وياك لأنه عندك ميليشيا. وإذا تردون دلائل هواية، سليم الجبوري من كان رئيس مجلس النواب منع يدخل مناطق، وحيدر العبادي من كان رئيس وزراء منع يدخل مناطق، والحال مشى على الوراء وراح يمشي على الوراء وهو كذلك. بل أثناء الدولة وناشطين مقطع مصور طلعت به قيام عناصر قالوا أنهم يتبعون ميليشيا حزب الله، فاتوا بوحدة من السيطرات الأمنية، لا توقف لا تفتيش لا سؤال لا جواب لا كل شيء موجود. المظهر طلع لنا لقطات الميليشيا حزب الله، هم دا يقتحمون نقطة التفتيش الأمنية بمنطقة البعيثة بالدورة جنوب العاصمة بغداد، وامتنعت الميليشيا أن تتوقف لغرض التفتيش. تعرفون هم فوق القانون، فماكو قانون يلزمهم. هذا كله إجا عقب وقوع اشتباك بين عناصر الشرطة الاتحادية وميليشيا كتائب حزب الله بقضاء الدورة ببغداد. نتيجة شنو؟ رفض عناصر الميليشيا تجريف قاع زراعية
ادعوا انه هي تتبع لهم بالمنطقة، وهذا اسفر عن اصابات بصفوف الشرطة الاتحادية. تعالوا نشوف. تلاحظون مشاهدينا، احنا عندنا شرطة وعندنا جيش وعندنا قوات، بس ما شاء الله عليهم الميليشيات ضربتهم باليمني. هذا اللي دي يصير بالعراق، هاي مشاكل العراق، هاي جزء من سطوة الميليشيات. والفيديوهات والمقاطع اللي منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر وأكثر وأكثر. حول هذا الموضوع كتبوا الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وغيرها. من فيسبوك جبنا لكم بعض التعليقات. حيدر مجيد يقول: العتب على الدولة المهزلة اللي تسمح لهم بهاي السيارات والتسليح، فعلا فوضى. غازي الكاكي يقول: عجلات الدولة وسلاح الدولة وميزانية من الدولة ويعتدون على هيبة الدولة. ومصطفى الشمري: هاي شنو هالخرط؟ سيارات وزي وراتب مال دولة، تضرب على سيطرة بها ناس لابسة زي مال دولة، ولاحقيهم شرطة بسيارات وزي مال دولة. زين هسه وين الدولة؟ والله سؤال منطقي. ليث الجبوري: بعيدا عن دخولهم أو خروجهم، بس ركز لي على السيطرة، كلها صافنة وجندي واحد دا يمنع بيهم. وكانت هاي التعليقات حول هذه القضية. وتخيلوا مشاهدينا الكرام، يعني صدق سؤال منطقي، هم لابسين زي مال دولة وسيارات مال دولة، وبالسيطرة أكو ناس لابسه زي مال دوله وشايله سلاح مال دوله وعدها سيارات مال دوله، ولحقتهم شرطه لابسه زي مال دوله وعدها سلاح مال دوله وعدها سيارات مال دوله، بس الدوله ما موجوده. احنا نسمع سلاح دوله، وين الدوله؟ ما حد يدري. لما يطلعون لنا سياسيين هيبه الدوله وسياده الدوله، بالله بلا زحمه اللي دا يصير هذا مو خرق للسياده؟ اتمنى يطلع واحد يفتهم ويجاوبني. حمزه من بابل، حياك الله. حياك الله استاذنا. هلا بيك اخوي، تفضل. حياك الله. طبعا بالنسبه للاحداث اللي دارت يوم امس وتصرف الميليشيات، هو ليس بغريب السلاح المنفلت، ودائما هاي الاصوات، وثورتنا اللي خرجت ثوره تشرين وطالب تطبيق القانون وسحب السلاح من الميليشيات وتطبيق القانون على الجميع، فهاي النتائج. هاي الميليشيات بعد تطبيق القانون بالصوره الصحيحه راح تظهر هاي العناصر، وهاي بعد كبح جماحها، بعد سحب الهيئات الاقتصاديه، بعد تقنين المشاريع اللي كانت مسيطره عليها، وخير دليل ميناء مصفى بيجي تفسخ وراح عن طريق هاي الميليشيات. فهاي الميليشيات اذا ما تكون الدولة عازمة وحكومة السودان عازمة بانه تسحب السلاح ويكون بالدولة، وهاي تنضم جزء من الفصائل اللي ما تأتمر بعمرة القائد العام للقوات المسلحة والاوامر تجيها من خلف الحدود، فهاي النتائج، والنتائج راح تكون وخيمة. اليوم من يرفع السلاح بوجه القوات الامنيه وتعاقب القوات الامنيه، هاي جريمه المفروض يعاقب عليها القانون. ماكو باي دوله من دول العالم سلاحين ونظامين واوامر تصدر من خلف الحدود واوامر من داخل الحدود، ياخذ الاموال من داخل الدوله والراتب يستلمه من الهيئات ومن مجلس الوزراء، ويرفع السلاح على القياده العامه وعلى قياد. تعتبر رفع السلاح يوم امس والاعتداء على القوات الامنيه هو رفع السلاح على القائد العام للقوات المسلحه، لان القوات هاي القوات تمثل القائد العام للقوات المسلحه. فهذا الامر مستهجن وهذا الامر مرفوض، واحنا كان لنا اليوم وقفه في بابل، رفضنا هذا الامر رفض شديد، وطالبنا القائد العام بانه يكون له موقف صريح وشجاع
بيظل المواقف فيها ازدواجية كسابقا من القيادات العامة. وما اتخذوا اي موقف ولا سحبوا السلاح بصورة صحيحة ولا ارتوا القانون ولا طبقوا القانون، وهاي النتائج بعدها راح يدفع الشعب ضريبتها. يوم امس دفعوا ضريبتها الناس المساكين ابناء القوات المسلحة، وبعدها راح تكون صفقة مثل صفقات داعش. وبعدها جت الانتخابات وصالحوا المتخاصمين، واللي دفع هو ابناء الشعب المسكين اللي دفع الدم. وبعدها السياسيين صالحوا بصفقه انتخابيه وجلسوا كلهم، وهسه هم قاعدين بمجلس النواب. فعلى ابناء الشعب الشرفاء المخلصين المرجعيات الدينيه الصوت الحر الاعلام الحر عليه ان يكون صوت ورفض قاطع لهذه الممارسات، والا البلد متجه للمجهول وهي سابقه خطيره. نعم، شكرا شكرا لك يا حمزه. عباس من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا احب مشاركتي بالبرنامج. انت على الهوى اخويا. انوع على السلاح المنفلت. نعم. يعني على الفاجعه اللي اسميها انا اللي صارت في الدوره. نعم. والميليشيات يعني شو وقت نخلص من هذه؟ والله يا اخوي عباس اتمنى توجه هذا سؤالك الى المسؤولين والسياسيين، وتحديدا وزير الدفاع ووزير الداخليه ورئيس الوزراء. يعني اتمنى يجاوبوك شو وقت تخلص منها. كل ما اريد ننهض من جديد نقع بمشكله يطلعوا لنا هذه الميليشيات. نعم. نعم. شكرا لك عباس. راح نحكي بهذا الموضوع عن قضية حكينا عليها هواية، أزمة الجفاف. تخيلوا بلاد الرافدين اللي بها دجلة والفرات اللي من أبد الدهر كانوا موجودين بهذا البلد، واللي ما تخيلنا بيوم من الأيام أنه العراق بلية دجلة والعراق بلية الفرات، لأن فكينا عيوننا إحنا وأبهاتنا وأجدادنا وأجدادهم وأجدادهم ونهري دجلة والفرات موجودات وروافدهن. بس بعد عام 2003 وتحديداً بعد مجيء نور المالك للحكم إلى حد هذا اليوم احنا نشوف روافد الجف، وصل بينا الحال أن نشوف مشاهد صادمة بين لكم الجفاف بمساحات كبيرة بنهري دجلة والفرات، خصوصا بنهر دجلة ببغداد. وصار ال 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 القاع الغميج صار ينشاف. هذا اللي وثق لنا اياه مقطع فيديو. هاي المشاهد الصادمه اللي احنا راح نطلعها بها الجفاف اللي دا يصير واللي صار انه قاع النهر انت تشوفها بعينك المجرده. مواطنون رصدوا تراجع منسوب نهر دجله الى حد غير مسبوق، وترسب املاح واتربه بالقاع. بمشهد اثار قلق الكثير من العراقيين بسبب تفاقم الازمه خلال الاشهر الجايه من فصل الصيف، ومعروفة درجات الحرارة بالعراق. وأكو صور تداولوها ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق عبور مجموعة من الأطفال ولعبهم داخل مجرى نهر دجلة ببغداد سيراً على الأقدام وممارسة ألعاب رياضية بقاع النهر اللي صار مبين بسبب موجة الجفاف. تعالوا تفرجوا. هذا دجلة المفروض الغمج مالته لهنا، هاي اللي تشوفوها هنا البيضة، هذه القاعية مالتها، هاي الباية اللي عشط، هذا المفروض لهنا يعني تقريبا 10 امتار. إذا هنا هيج اللي قدام شلون، اللي فوق شلون، نهر دجلة مو بس بهالمكان، مو 100 متر، هو قاص العراق من شماله لجنوبه. الحال ما اقتصر على دجلة، لا، مناطق قريبة من نهر الفرات وبحيرة حبانية همين تعاني من أزمة جفاف. ولهالسبب مجموعة من شباب الأنبار أطلقوا حملة اسمها العنقور تستغيث، ومن أيام بلكت يوصلون مي صالح للشرب إلى سكان المنطقة اللي تتبع إلى قضاء الحبانية.
هاي الـ يعني المناشدة بمشاركة أصحاب معامل المياه المعقمة إلى جانب متطوعين، بل كتساعدون أكثر من 10,000 نسمة ديعانون من شح المياه بسبب جفاف بحيرة حبانية. تخيلوا بحيرة حبانية، هذا المنتجع السياحي أو هاي البحيرة اللي كانوا الناس يروحوا لها للاستجمام، جفت منطقة العنقور ومن أيام بها نقص حاد بمياه الشرب، وانتشار الأمراض بين السكان، وانتشار الأوبئة بسبب الجفاف. خلونا نشوف صرخة لأحد المواطنين اللي طلع من هناك. الناشد أهل الرحم، الناشد أهل المروة، أهل الغيرة، أهل الحمية، أهل الإسلام، يشوفون حالنا حال 10,000 نسمة بالعنقور. هاي الشغلة معضلة من دور الرؤساء الأوليين والملوك، والدنيا مرت عصور كثيرة على العراق وما قضوا على شغلة المي. يا ناس عالم تعالوا شوفوا المي هذا ايش ربينا. يا أهل الرحم، يا المنظمات الخيرية، يا المنظمات الإنسانية، الله أكبر، ماكو رحمة، ماكو شفقة. يا أول 10,000 نسمة راحت نهج، راح نولي. هذا شوف المي ايش ربينا، جرب يا ناس، مي ماكو، راح نولي. يا سلام، يا المنظمات، يا الحكومة، يا الدنيا، ناشد الكفار قبل ناشدناكم وكل شيء ما سويتونا، عم راح ناشد الكفار، الناشد ما نخلي. يا إسلام الله، يا مي ما ينقطع، انطونا مي. يا المنظمات، عمي إذا ما تسوونا صورة حل يربدونا بكيمياء وكتلونا احنا وعوايننا، لا هججونا على مخيمات، الله أكبر. لا لا لا، يا مي ماكو. قال كلمة، قال من الملك هي ثلاث ملوك وراهم اجت العهد الجمهوري خمس رؤساء، اجى عهد الاحتلال بول بريمر، ورا مجلس الحكم الانتقالي اللي كل واحد بهم لزم شهر، وراها جو ثلاث رؤساء، ذولاك الثلاث ملوك والخمس رؤساء ماكو مشكلة جفاف، الأنهر ماشي. من بريمر فما فوق بلشت مشكلة الجفاف، لدرجة وصلنا لهذا الحال، ولدرجة وصلنا أن الأمم المتحدة وتقاريرها تقول للعراق بال 2025 ما بأنهر، والدرجات بحيرة حبانية جفت، والثرثار جفت، دجلة جف، ملوحة صعدت بشط العرب لأن منسوبة نزل، روافد جفت. إيران حاولت أنهر بأكملها عن العراق، مو رافد ورافدين. يعاني العراق من سنوات من موجة الجفاف الكبيرة بسبب سوء إدارة ملف المياه، هذه السمة الأكبر لإدارة الدولة لملف المياه بالعراق. إيران قطعت هواية من روافد الأنهر عن العراق. بهالأثناء طلعت لقطات مصورة، مشاهد صادمة لقلة المياه والجفاف اللي دا يهدد نهر الفرات بمحافظة الأنبار. هاي اللقطات بينت التأثير الكبير لقلة المياه وقطع الإطلاقات المائية بوسط فشل عمليات تنظيف الأنهر، يعني عمليات الكري لأحواض الأنهر بمحافظة الأنبار. خلونا نشوف. هذا نهر الفرات من هنا لهناك كان مليان مي وبيسمك والعالم عايشه. تخيلوا ذولا، تدرون ذولا ما يكرون، هذا دا يريد يسوي له ساقيه بلكت هالمي اللي باقي شويه منه يوصل له، لان اللي هناك كله طين. هذا نهر كامل نزل، اذا حكينا بالانبار فانزل لي جوا وشوف ايش صاير، إذا بالأنبار منسوب المي هلقت. وكانت أكو أيام تجي على العراق تغرق،
مثلا قضاء عانى في فتره من الفترات غرق كل القضاء. ليش؟ لانه المي يطفو يصير اكثر من الحاجه. كنا نتذكر ببغداد واحنا صغار المي يصير خابط، يقولون فاض النهر، زاد منسوبه. ما فد يوم سمعنا قل منسوبه، بس هسه قمنا نشوف جفاف المنسوبه. هذا اللي دي يصير بالعراق. الناس لما شافت قضيه المياه علقت على هذا الموضوع. اول تعليق يا يعني رسول الشويلي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل ظالم وفاسد بلد اصبح متصحر. ابو فيصل: نهر الفرات يلفظ انفاسه الاخيره، الله المستعان على الحكومه، حفر ابار من اجل ديمومه الحياه وعدم الاعتماد على مياه الانهر الاسنه والراكده التي اصبحت سببا لنقل الامراض والاوبئه. تخيل نهر بمي راكد. جمال: مفروض يوجد سد كبير لخزن المياه بالشتاء، دوله بس تفكر بالبوق. ومحمد العبادي يقول: اهم شيء الحكومه بها انفاس الزهراء، خلي يخرب العراق. وكانت هاي تعليقات الناس حول هذه القضيه. وبالنسبه للسدود، احنا ما شاء الله عندنا سدود، بس السدود اللي عندنا يقول لك ما نقدر نخزن بها مي. مثلا سد الموصل اللي بناه النظام السابق ما بي اعمار من 2003 لليوم، يقول لك بس نعبي به شويه مي تندمر الاساسات مالته يوقع وتفيض الدنيا، فما يحطون به مي. تخيل عزيز المشاهد. ابو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ العزيز، هذا النقص بالمياه، هذا كله عمليه مدبره ضد العراق وضد اهل العراق الاشراف وضد هاي الناس الطيبه بالعراق. نعم. لان جانا برايمر هذا القذر، وبرايمر جاب ناس اقذر من عنده. شنو حكم انتقالي رئيس يحكم شهر ياخذ راتب 55 مليون، طلع برا العراق راتبه كامل يجي ليمه، العراق حيشاك مع احترامات العراق الطيبين حتى يموتون، مو داير بال هو. نعم. مو داير بال. زين هاي السدود اللي صارت على مياه دجله وعلى الفرات وعلى الروافد النازله من ايران، من يطلع يقول لك محمد الشاع السوداني التقى بلي بيش بالسفير الايراني على مود النفط. يعني انت من التقيت وياه ليش ما قلت له المي؟ لان المي مو مشمول، مو من ضمن السوالف مالتك. نعم. بس يابا ما يقدر يسولف، لان محمد الشاع السوداني هي ايران وخلته، ومحمد الحلبوسي، محمد الحلبوسي راح رد قسم بايران يشتغل مثل ما تريد ايران. يعني انت وين لقيت شريف ونزيه فيهم؟ اكو شريف؟ نعم. نعت الله على ابو شواربهم، نعت الله على شواربهم. وهذا ابو اول يوافقني يطلع بس وعود حكي، ماكو يصفط حكي بالقنوات وتشد بالشدب، لان الحكي لو عليه ضريبه ما سولف هالقد. نعم. لو عليه ضريبه الحكي ماله ما سولف هالقد. نعم. بس يا عم العراق الى الله، العراق الى الله. والله شنو، والله سد الموصل متهالك. سد الموصل تحسبه من يمتى بيا وقت انبنى؟ ليش ما تفلش؟ احنا اللي يتفلش، يلا خلينا نشوف يتفلش. يعني نعم. هو اكو شيء بالنظام السابق، احنا مو من نجيب طاري نظام سابق يقول لك هذا بعثي هذا صدامي هذا هذا. اكو شيء بذاك الوقت يطب للعراق اذا مو تحت سيطره نوعيه؟ من سيارات لمعدات لكلها ماكو، كلها تحت سيطره نوعيه. زين احنا هسه البرلمان يراد سيطره نوعيه. البرلمان لازم نشيكه ونشوفه، والبرلمان شو تشيك؟ تشيك واحد اثنين. يعني هسه يرشحون واحد انقص من الله، واحد انقص من الله. نعت الله على وجوههم هذول وجوه القذرة. نعم. دمروا العراق ودمروا الزراعه. شكرا لك ابو عبد الله. هشام من بابل ويانا، حياك الله. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي احنا شفنا من هذه العصابات اللي اجت بعد الاحتلال من ايران، اللي هي بسببها دمرت العراق وسببت له ما زالت تسبب له المشاكل والأزمات. نعم. صدقني ماكو مكان اليوم بالعراق إلا ما به مأساة زين ولا بسبب هذه العصابات بكاملها، بالإضافة إلى عصابات اللي نصبها المحتل الغاشم ونصب لها وجهز لها أجهزة قمعية مجرمة ارتكبت مزيدا من جرائم الحرب بحق الأبرياء وما زالت. زين ولا لا. اما
للعصابات الغاشمه المستكبره ها اللي جت بعد الاحتلال من ايران ارتكبت مجازر وارتكبت المخاطر بحق الابرياء لعدة محافظات. ومن بينها ميليشيا سرايا السلام والحشد الشعبي ما زال منتشر في تكريت في البلوجه وما زال يهجر ويمنع الناس العوده الى مناطقهم بسبب هذه العصابات المجرمه الخطيره بحق الابرياء بحق كل الابرياء. شنو ذنب الناس اللي مهجره؟ شنو ذنب الناس اللي منعتهم هذه العصابات وترتكب بهم المخاطر بشده اضافه للاعتقالات؟ ما زالت المعتقلات المليئة بالمعتقلين منذ السنوات السابقة ولغاية هذه اللحظة. لا لا بسبب هذه العصابات وأجهزتها القمعية الغاشمة المرشدة التي تنتمي للحشد الشعبي وفصائله بالكامل. والله يا سرايا السلام ارتكبت مجازر مثل ما ارتكب الحشد الشعبي ارتكب سرايا السلام مجازر وإراقة دم. لا نعم يا عيني نعم إلى معاصي ومخاطر أخرى. نعم بحق مجازر العراق يدفع ثمنه. نعم شكرا لك أخ هشام. ونروح إلى قضية اللي هي اكو أزمة هي ما انتهت، هي الأزمة موجودة، بس هاي الأزمة كل فترة تطلع راسها على المواطنين وترجع تضمها. ترجع تضمها لما يجي الشتاء، بس هم ما ساكتين عليها. أزمة الكهرباء اللي بلشت تطلع من جديد مع ويا ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا وامتعاض المواطنين من هيمنة شخصيات محسوبة على الميليشيات على دوائر الكهرباء في عموم العراق من شمالها إلى جنوبها. ناحية المحاويل شمال محافظة بابل، متظاهرون أغلقوا مبنى دائرة كهرباء المحاويل بسبب تنصيب مدير جديد من قبل ميليشيا العصائب والفضيلة. ومنعوا المئات من المتظاهرين المدير الجديد أن يدخل إلى الدائرة قبل أن تتدخل قوة حكومية حتى تفض التظاهرة وينصبوه غصبا ما على الناس اللي ما يردوه وبالقوة. وماكو أي اعتبار لا للمزاج الشعبي ولا للرأي العراقي اللي يرفض أن تتولى شخصيات حزبية وميليشياوية إدارة ملف الكهرباء بداخل الناحية وخارج الناحية، لأنه ما شفنا من عندهم غير بس من سوء إلى سوء. خلونا نشوف. مدير يعبر من السياج جديدة بس بلا زحمة. قلوا لي بداية الفيديو كان واحد لابس سترة ماروني شاب صغير بالعمر، لا تقولوا لي هذا مدير الكهرباء، لأنه إذا تنصبون مدير بين المدراء هذا زعطوط. والله أحكيكم يا هيج المهندسين واللي اشتغلوا واللي عندهم خبرة واللي عندهم باع بالمهنة، إذا هذا يصير مدير عليهم شلون راح يشتغل ذاك براحة؟ وإذا هذا واحد يطلع لنا ويقول لنا المدير الجديد شمله خبرة، شنو شهادته، ليش صار مدير كهرباء المحاويل، وليش العصائب قلت عين هذا المدير هناك؟ من بابل نروح للبصرة. أزمة الكهرباء بدأت بالبصرة بشكل مبكر عن باقي المحافظات العراقية لدرجة حرارة عالية، خصوصا احنا لازم نعرف انه المدينة غنية بالنفط واكو قانون اسمه البترودولار واللي بعدها مدينة البصرة يعانون سكانها من هاي الأزمة. المدينة دائما بها انقطاعات متكررة بمناطق هواية من مناطق البصرة توصل إلى ساعات وساعات بعد ارتفاع الأحمال ويا بداية فصل الصيف. تخيلوا بال 2023 لليوم ما حلوا مشكلة الحمل الزايد أو الكيلووات. المهم وجهوا أهالي منطقة القبلة بالبصرة نداء استغاثة بسبب تردي واقع الكهرباء، وانتقدوا الجهات الحكومية والحجج
اللي سموها واهية واللي تعزو لها تلك الجهاد سبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. خلونا نشوف القبلة. وكل بداية صيف نجد هناك انه اكو صيانة شبكات نقل توزيع محولات، وهذا الصيف بدايته بدينا منطقة القبلة. اليوم احنا قاطع المركز، حي المركز اللي مسؤول عن منطقة حي القائم والقبلة، وانقطاع تيار كهربائي مستمر لساعات طويلة، وناشدنا وصورنا ويا كهرباء نو مشكلة كهرباء والماي والبلدية التمت علينا. الى متى احنا يومي الا نطلع تظاهرات، ومن نطلع قال لا راح يخربون راح يحرقون راح يا بريد كهرباء، حان حال بقية المناطق الريد كهرباء. العوائل بداية الصيف والجو شرجي والبق والحرمس هجم علينا وكهرباء ماكو. تخيلوا هذا حال الكهرباء بالعراق، شي يسوون الحكومة؟ يروحون يسوون إعلام مدفوع الثمن. شي يجيبون؟ يجيبون مجموعة من الفنانين يدعون أكو تحسن مزعوم للتيار الكهربائي. يعني كأنما الحكومة دا تجيب مجموعة من الفنانين اللي حبهم الشعب حتى يتابعهم لما يطلعوا لهم الكوميديا يخففون عنهم همومهم، لما تجيهم الكهرباء مو الوطنية المولدة يقول لهم عندنا كهرباء لا تخافون، والمشاهد دا يشوف هذا الفنان بأمبير دافع فلوسه لأبو مولدة خارج نطاق الدولة، يطلعون دولة بمقاطع مصورة تنشرها حسابات تتبع وزارة الكهرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون لهم انه احنا اكو كهرباء وحتى يصير الكهرباء احسن واحسن لازم ترشدون استهلاككم وتخففون استهلاككم حتى تحافظون على خدمة تيار الكهرباء المستمر. ولهالسبب رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا هاي الدعاية المأجورة وعللوا انه هذا الصيف مو بشديد حرارة خلال هاي الفترة مثل الاعوام الماضية، وما ارتفعت درجات الحرارة حاليا فوق 40 حتى نختبر المنظومة الكهربائية ويبين لنا تحسنها من عدمه. وبشهر تموز وآب شنو راح يصير الوضع؟ خلونا نشوف. السلام عليكم. السنة الكهرباء أحسن من العام، بهواي أحسن من العام. شو يريد من المواطن؟ يساعد وزارة الكهرباء حتى تستمر الكهرباء عندنا. يعني الشغلات الكهربائية الزايدة بالبيت طفيها، مو صحيح؟ طبعا مثل ما تعرفون السنة الكهرباء أفضل بهواي من السنة الماضية والحمد لله، وحتى نحافظ على نعمة الكهرباء خلونا نتعاون ويا وزارة الكهرباء من خلال ترشيد الطاقة الكهربائية. يعني أي شيء زايد عندك بالبيت ما تحتاجه من تطلع من غرفة من تطلع من مكان طفي، لا تخليه مشتغل حتى بالتالي نستفاد من نعمة الكهرباء. يعني تخيلوا محمد قاسم ولا ناهي يطلع لك بهاي الدعاية اللي العالم تباوع على محمد قاسم وهو دا يقدم كوميديا ساخرة من الوضع اللي دا يصير بالعراق اليوم، اللي العالم تباوع وتترجى منه خير ويجي يقدم لك هاي الدعاية، شنو رأيك؟ أو ناهي مثلا الفنان الكوميدي ناهي ويطلع لك بهاي الدعاية اللي وزارة الكهرباء. زين السؤال اللي راح يسأل المواطن لما نشوف محمد قاسم وناهي، خوي أنت معايش بالعراق؟ بيتكم ما تنقطع به الكهرباء؟ وباكر عقبه يطلع لك الوزير يقول انقطعت الكهرباء لأنه العراقيين بالصيف يستخدمون السبلت هواية. بلا زحمة أخوي، تقدر تطفي السبالت اللي موجودة ببيتك؟ تقدر تطفي السبالت الكنتورية اللي موجودة ببيت محمد الحلبوسي أو ببيت جمال الكربولي أو ببيت نوري المالكي أو ببيت عمار الحكيم أو بالبرلمان أو برئاسة الجمهورية، بيت محمد الشياع السوداني، بيت قيقو قيس الخزعلي، فالح الفياض بمكتبة تقدر تطفي؟ أخويا مو مكتبة، كتائب حزب الله تقدر تطفي لهم مكتب واحد من المكاتب؟ وتجي على المواطنين، الناس لما شافت هاي الفيديوهات وخصوصا الدعاية المدفوعة علقوا ياسر النداوي على فيسبوك يقول من يجي سابع وثامن إذا بقت زينة نقول لهم قول وفعل، مو تقيس بهذا الشهر جوا بعد زين وماكو حمل قوي. ياسر قاسم يقول رب العالمين ارحم بحالنا بالجو المعتدل وإجراءات وزارة الكهرباء راح تبين بالأشهر الجاية والله ليستر. تبارك أي كهرباء تتباهى بها وتحسن ملحوظ، هو الجو معتدل لحد الآن ماكو ضغط على الطاقة الكهربائية، بس خلي ترتفع درجات الحرارة وتشتغل السبالت أو تشوف كهرباء تموز وآب، اسكت بابا أي تحسن هذا. ورؤى حازم تقول يا استقرار بالله ترى الجو الحلو هذا لهذا الناس قليل تشغل سبالت ومبردات، لهذا ما راح يبدي الحر، عود خلي الوطنية
من راح يبدي الحر عود خلي الوطنية تستقر؟ فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية أزمة الكهرباء. يا ترى لما طلع ناهي وطلع محمد قاسم وقال أكو استقرار بالكهرباء الوطنية، أبو عمر من بغداد شنو رأيك بالموضوع؟ حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين والساده المشاهدين الكرام. تحية والدوم. حياك الله أستاذ أفل. يعني هاي المسألة من كل الوزارات اللي عندنا، وكل وزارة ما عندها أي يعني دور خدوم للشعب العراقي. يعني لو كان الكهرباء زينة ووضع زين، لكان أنه عندنا معامل وعندنا إنتاج وعندنا طاقات وعندنا شباب أنه يعملون في دورهم، من يعني في وجود الكهرباء إذا كانت متحسنة، وإذا كان عندنا دولة يعني بيها نظام وبيها يعني معادلة للشعب العراقي وحب للشعب العراقي. بس وين هي المعادلة عندهم؟ وين الحب اللي عندهم؟ وين المصانع اللي عندهم؟ هاي الأمور كلها دلالة على فشل الحكومة وكل من حكم العراق من 2003 ولحد الآن. هاي الكهرباء أصبحت يعني صرفوا عليها أكثر ما اللي نعرفه نسمع 80 مليار دولار، وما يعني ما تحسنت وما تقدمت. يعني كل مرة الكهرباء تكون زينة نسمع ورا فترة نقول يقولون إنه مجموعة مخربين يضربون أبراج الكهرباء، ويعني بحيث انه هاي الكهرباء تعطل بين مناطق ومناطق، ويوصل الكهرباء يعني الى كذا واط كذا واط، فيصير قطع الكهرباء عندنا ببغداد وكل محافظاته. يعني نسبه يعني قليله من وقت الكهرباء تجينا ساعتين او ثلاث ساعات. هسه الكهرباء اذا كانت زينه فراح يصير جاي الشهر السابع والثامن، يعني راح يصير اردع، هم راح يطلعون فد اعلان او فد كلام بانه الكهرباء انضربت، بانه الغاز انه ايران تريد فلوس من عندنا. هاي كلها اعلامات وكلها غير صادقه. فهذول الناس ما تترجى من عندهم شيء يا استاذ أفل، ولا الشعب العراقي يؤمن بهم، ويعني نقدر نقول يعني يواثق من كلامهم من اعلاناتهم. كلهم ناس باطله وناس ما يحبون العراق، وناس دمروا العراق بمايه بصناعته بزراعته كل هاي الامور. ومهما كان ظلمهم للشعب العراقي لابد ان يجي يوم وينسحقون تحت اقدام العراقيين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وتحياتي لشكراً الرافدين البطلة. شكراً. حياك الله. خبراء تربويون وصفوا تصريحات السوداني عن تردي الواقع التعليمي انه هي سبب سياسات النظام السابق بسردية مقيتة ومحاولة للتهرب من المسؤولية. واكدوا الخبراء انه تصريحات السوداني بعدها قائمة على التشويه وعدم الاعتراف بالسياسات المتعمدة اللي أخرجت التعليم بالعراق من المعايير الدولية بعد أن كان في مراتب متقدمة. السوداني تعهد بكلمة إلى خلال مؤتمر التربية والتعليم الثاني 2022-2031 أنه راح يتولى الإشراف المباشر على أدق التفاصيل الخاصة بتنفيذ ما وصفها باستراتيجية التعليم عبر اللجنة مركزية. بهالأثناء أو قبل ما نقول هالأثناء، بس أحب أذكر السوداني أخوي العزيز قبل كل شيء، أنت تقول أنه سياسات النظام السابق هي سبب تردي التعليم، لكن سياسات النظام السابق ما طلعت التعليم من اليونسكو أو جودة التعليم الدولية، وكانت دول العالم تدز إلى العراق أن يدرسون في جامعات العراق وخصوصا دول الجوار. أما اليوم جامعاتك ما معترف به نهائيا، ومن ضمنها جامعة بغداد اللي كانت من أفضل 10 جامعات بالعالم، من ضمنها جامعات كانت تصنف التعليم بها تعادل التعليم بالدول الإسكندنافية. بلثنا الدولة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة إلى حلول ترقيعية لجأت لها مدرسة اسمها ثانوية الفيروز بقضاء الكوفة بالنجف. شنو بها؟ الحياطين مالتها آيلة للسقوط. إيش سوت الإدارة؟ راحت جابت جذوع ما النخل وقفتها على السياج حتى لا يوقع. بمشهد يبين لكم شون عندنا حلول واستراتيجية يقول عليها السوداني للتعليم. تعالوا نشوف. هذا حال مدرسة ثانوية فيروز للبنات منطقة البحداري قرب المحد تقن الكوفة. هذا حاله، السياج والجذوع وموقفينه حتى لا يسقط، وإذا سقط عود الله يرحم الطلاب والطالبات. هاي أمام أنظار الجميع سياج مدرسة فيروز منطقة البحداري. تخيل أنت مدرستك بجذع النخل، ما أدري ليش راح يحسسوني راح نرجع إلى طريقة البناء القديم.
تقارير أشارت أنه تقارير معنية بالتعليم تحديداً أن العراق يحتاج فعلياً إلى 13,000 مدرسة بحلول عام 2025 حتى يفك الاختناقات اللي موجودة والدوامات المزدوجة واللي تصير بمدرسة واحدة أربع دوامات الأربع مدارس تبدي ساعة 8 الصبح تنتهي 5:30 بالليل. تقارير أكدت 11,000 مدرسة طينية بالعراق اليوم موجودة أغلبها مو صالحة للاستخدام لأنه موجودة بمناطق نائية بلا خدمات، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المدارس من قبل الطلبة والتلاميذ والطواقم التعليمية اللي بعدها تسجل أد وزارة التربية على أنه هي بناية مدرسية قائمة. تقارير أشارت أنه أكو مفارقة كبيرة باللي قالتها الحكومة من مشاريع وما أحالتها من مشاريع لتأهيل المدارس. المافيات الفساد اللي سلمت هاي المشاريع بدون مراعاة إلى أي ضوابط للبناء أو السلامة، وهذا اللي راح تشوفوه بمدرسة انبنت حديثا جديدة هاي المدرسة، وتخيلوا هاي المدرسة الحديثة قايلة للسقوط بناحية العقيقة بديقار. تعالوا نشوف. إحدى مدارس الحكيكة الحديثة التي تم إنشاءها خلال سنة 2023 وكلفت الدولة 1,400,000,000 دينار، وهذا البناء أمامكم. هاي صحيات المدرسة الابتدائية في ناحية الحكيكة. هاي الأموال التي صرفت لا مراقبة من مدير الوحدة الإدارية ولا مراقبة من الدولة، وهذه النتائج المشاريع في ناحية الحكيكة. استلم حبيبي، استلم. شوف شوف هاي مبنية بال 23 ومدرستي الابتدائية ببغداد مبنية بال 65 ولليوم واقفة وما بها مشكلة. بسبب هاي البنية المنهارة وتراجع مستوى التعليم الطلاب دي يلجؤون إلى معاهد خاصة حتى يحسنون من مستواهم، إلا أنه هاي المعاهد هي بحدها محل انتقاد لأنه أكو بها ممارسات مو أخلاقية مو توافق أنظمة التعليم السليمة. عندنا مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تخيلوا مدرس مادة الكيمياء للصف السادس إعدادي يهين ويغلط على الطلبة والطالبات بمعهد التدريس الخصوصي ويتعامل وياهم بطريقة أبعد ما تكون عن السمات التربوية، وقالت وزارة التربية أنه هي راح تفتح تحقيق بالموضوع. تعالوا نشوف. ها؟ العمامة؟ رسم سلامة الطالب عادية يعني إن شاء الله جميل 70 تبنت العمو؟ إن شاء الله 70 جميل. بقى الاثنين عايشة عدي وين؟ ليش ما امتحان الفصل الرابع على خير من الخامس؟ انتقاش مرة. تعالي طي الورقة معي، طي هاي الورقة. يلا طلع طلع حسام، هاي استدعاء ولي أمر ومطب الفصل السادس كله تجعل السابع. كيف؟ ليش استرش الكوريجات بقية؟ كيفي؟ كيفي تعال طلع هاي تجعل الفصل السابع. عائشة عودي حسام ما تطبيني فصل السادس تجي على الفصل السابع ولا تريد تسحب فلوسي شباقي وروح. يلا آخر واحدة حبابة حلو على 49/50 بس هم راح أرزل وأطرد غسق منير وين؟ أنت طايحة الحرف، أنت طايحة الحرف. جابت 49/50 وترزلها. هذا أسلوب تعليم هذا بالعراق. تخيلوا إذا هذا أستاذ بمعهد خاص بداخل المدرسة شلون يتعامل وياه حتى يجي لهنا. الناس علقت ليش أكو تعليم بالعراق محمد مثلا إذا مدارس وإذا جامعات هدف الاحتلال الأمريكي من سنة 2003 هو تفليش العلم بالعراق. ليث الجوراني أكو قرار ممنوع المدرس المتعين يدرس بالأهلي، ثانيا الطلاب جاي يدرسون بفلوسهم علش يصيح عليهم عبالك رئيس عرفاء وحده مو مدرس، يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحقه.
طار العراقي المفروض يطلع قرار بغلق كل المعاهد الأهلية لأن ما بها أي فائدة، مجرد مضيعة للوقت وفساد وصرف فلوس. وآمر حاشم يقول لو كان التعليم الحكومي مجدي وفعال لما ذهب الطلاب والطالبات إلى هذه المعاهد التي أرهقت العوائل العراقية ماديا ومعنويا. الخلل في وزارة التربية والدولة هي المسؤولة. مشاهدينا الكرام، التلوث هو أحد المخاطر الكبيرة اللي تهدد البيئة العراقية. غازات سامة تنبعث من محطات الكهرباء والمصافي وغيرها من المنشآت الصناعية، وصارت بعد التوسع السكاني داخل التصميم الأساسي للمدن، وتمثل خطر كبير على الصحة العامة وحياة المواطنين اللي قربها من بيوتهم وحياتهم اليومية. ولهالسبب قسم التواصل الاجتماعي سوانا انفوغرافيك عن التلوث، خلونا نشوفه. أرض السواد أصبحت أرض الخراب. أكو وسم تصدر ترند العراق اليوم اللي هو السفيرة مرجع المقاولة، احتجاجا على تحركات وتعليقات وخطابات السفيرة الأمريكية في العراق روما نسكي، واختارنا لكم بعض التغريدات منها عن تويتر عباس حلاوي. السفيرة الأمريكية مرجع لحكومة الإطار، توجه وزير التجارة التابع لحكومة إطار مدعي المقاومة إلى أمريكا ليركز على القمح الأمريكي. يقول لك الحنطة الأمريكية ما بها قمل ولا دود، تستوردوها يعني تستوردوها غصبا عليكم. درة العطواني، حديث عن المقاومة والممانعة أصبح كذبة كبيرة والتاريخ لم ولن يرحم. حسين الزيدي، سايقتكم سوق السفيرة مثل ما الراعي سوق أغنامه. ونبأ السراي، إن كل ما تقوم به حكومات بغداد المتعاقبة وميليشياتها يندرج ضمن التخادم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير الشعب العراقي وانتهاك حقوقه. كانت كل هذه التغريدات على هاشتاغ السفيرة مرجع المقاولة. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود بجعبتنا اليوم في حلقة اليوم من برنامج صوتكم. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بإذن الله. انتظرونا، في أمان.